ست صباح، أنا بكرر اعتذاري عن اللي حصل النهاردة. نيلي والله طيبة قوي بس هي عصبية حبتين، بس صدقيني قلبها زي الفتة البيضة بالظبط. قصدك البفتة البيضة؟ أيوة بالظبط، هي البفتة البيضة. ولا يهمك يا سي عبد الله، حصل خير، أهي برضك زي أختي الصغيرة بالظبط. هي شكلها حلو وبنت ناس، بس ما شافتش تربية. أنا برضو مقدر البهدلة اللي حصلت لكم النهاردة في الاسم. عادي، احنا متعودين على كده. بس تصدقي رغم كل ده انا مبسوط قوي اني شفتكم النهاردة، زي ما تقولي كده ليكم شوقة. القلوب عند بعضيها يا سي عبدالله، انت كمان كان ليك وحشة. طيب ما تيجي اجي؟ فين يا اخوي؟ في الفيلا، في الفيلا عندي. ما تيجي بكرة تشرفونا نتغدى مع بعض، والولاد يقعدوا مع بعضيهم، واحنا كمان نقعد مع بعض ولا ايه؟ وماله، نيجي يا سعبت، وهو البنات يقعدوا مع بعضيهم واحنا كمان نقعد مع بعضيهم. هو ده. السلام عليكم. وعليكم السلام واخ مع الله بركاته. يا اختي وده ايه ده يا اختي ده؟ عادي يا خالتي عادي، هما الناس البهوات بيبقى عندهم من النوع ده كتير. سيدك موجود؟ ماذا؟ لا سيبيها لي دي بقى يا خالتي. يا ايتها الكاميريرا الفلبينيه، نحن بصدد لقاء السيد عبد الله. حاصله ساو وبلده. سأبلده. شكرا لك أيتها البلهاء. فضل. بسم الله ما شاء الله. إيه ده يا بنتي يا شريهان، ده لبلب في اللغات. أمال ما شاء الله عليك يا حبيبتي. أهلا وسهلا. اللي أنا بيتي نور النهاردة. منور بصحابي يا أستاذ عبدال. إزاي حضرتك؟ أهلا يا حبيبتي. أهو كده لازم فعلا نتبادل الزيارات والود، احنا اهل يا جماعه. احنا على طول تحت النظر يا عمو. عمو؟ الله، بحب الكلمه دي منك قوي، طالعه بوقك زي العسل يا حبيبتي. طب اتفضل يا استاذ عبد الله، دي حاجه بسيطه كده، 5 كيلو يستفنجي وطبق بسبوسه يستاهل بقك. والله ما كان له لازمه التعب، اول مره اشوف بسبوسه تجيب بسبوسه. طيب استاذنكم، البيت بيتكم، انا هطلع بس اندهن اللي واجي على طول. ايه هاني في ايه؟ حرام عليك، انا مش عارفه اشوف رجلي بالبتاعه دي. في ايه؟ ما خدتش بالي. خبطتني على فكره. خلاص الراس بعيد عني. طب ركز بقى شويه، ركز. الله يا حبايبي يا حلوين، يلا انت يا صغير طلعت بره، يلا. مش قادره اتنفس يا هاني، ما توقف الكراسي دي، حرام عليك انا مش قادره اتنفس. يلا حبايبي. حرام عليك، حرام. اوعي يا بنت، اوعي، ده انت ليلتك سودة وحياة عمري ما انا سايباك. انت جننتي ولا ايه؟ الله، انت بتضربني؟ حرام عليك، انا قاعده مستحمله من بتاع الزفت. ايه ده؟ يا بنت الجمال، انت بتضربيني بالكرسي؟ انت كمان غبي يا هاني، ده انت ليله اهلك سودا النهارده. بنت عمك يا جميل، اطلع بره. لا ما حدش يقدر يتكلم. انتوا غالبا مجانين، اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره. شادي، هاو دو اي لوك؟ يو لوك جريت. هاي شادي. هاي. هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ازيك يا شادي؟ تمام. هو انتوا جايين مع بعض ولا انت لقيتها على السلم؟ لا احنا جايين مع بعض. هو انت ما تعرفيش ان احنا اتصاحبنا ولا ايه؟ وان شاء الله خطوبتنا قريب قوي، اكيد هنعزمكم. ايه ده، مبروك. I'm so happy for you guys. Thank you so. You're welcome. Oh. Bye Pico.
اثبتي يا شوش، اثبتي. انا انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ انت ايه اتجننتي؟ بتضربيني بالكرسي؟ مفكره نفسك بتتخانقي في خماره ولا انت امير كراره ولا ايه؟ ايه ده؟ هو انت اللي كنت جوه الدبدوب؟ ما خدتش بالي. وحياه خالتك؟ ايه؟ بنت انت بنت؟ إيه؟ واحنا كل ما هنقفش على بعض ولا هنشد مع بعض هتمد ايدك عليا؟ رأي يا ماما ان انا عيل غبي، يعني ممكن في مره اديكي ضربه موتك. نعم يا اخويا، هو انت عايز تمد ايدك عليا واقف ارقصلك؟ هتمد ايدك همد ايدي. والنبي. اه. طب تعالي بقى، تعالي اوريكي مد الايد، تعالي. اطلعي بره يا جبانه. مش طالعه. اطلعي يا جبانه. انت برتقاله ولا سحلفه ولا ايه؟ ما اطلعي. مش طالعه. ماشي. ماشي يا شوش. انا مش همد ايدي تاني يا شوش، تمام؟ انا همد رجلي بعد كده. همد رجلي. طب. انت بتضرب يلا عشان ايش؟ وحيات امي. طب اصبر. هتعمل ايه؟ اصبر عليا. اه بس بس خلاص 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 كفايه. هتقلب بجد على فكره. بس يلا اتنقل اركب عشان اوصلك. اسف، لازم تعتذر لي الاول. يا جبانه، ده انت اللي ضرباني ومهزاني قدام الناس، اعتذر لك ازاي؟ انت برضك اهنتني قدام الناس تعتذر لي الاول؟ طب اتمسي يا شوشو احسن لك. متاسفه، كرامتي فوق كل شيء، لازم تعتذر لي الاول لانك اهنتني وبهدلتني قدام الناس، وانا مش هسامحك. ودلوقتي كمان بتضربني في بطني. ليه بتضربني في بطني؟ مش هسامحك يا هاني. هاني 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 تعالى، ما حصلش حاجه. هاني تعالى. هاني مشيت ليه؟ كان لازم امشي طبعا عشان ما اقعدش اتفرج عليهم. البتاعه دي كانت هتقعد تغيظ فيا بجد. زفته وهو حيوان لايقين على بعض قوي. سو، هو انت لسه قاعده عندك بتعملي ايه؟ لما انا امشي انت تمشي. يلا قومي. والاقولك خليكي خليكي خليكي، ابعتي لي دلوقتي حالا ريبورت على واتساب، قولي لي بيعملوا ايه، صوريهم لي على الموبايل. باي. حسابك كام يا حاج؟ 175 قرش. حاضر. انا غبية عشان انا اتدلقت عليه. انا بجد غبية غبية. عايزة في السحب تتفصل زي دي يا جماعة؟ هدي لحاني. خرابي بابي. الحقني، انا خبطت برتقاله بالعربيه. لا، اي جاس مصره.